تهانينا والناموس لمالكي خود سعيد بن راشد بالعرج على فوز خود وانتزاعها الشوط الاول الرئيسي. متابعينا الكرام، شوط لا يقل اهميه، ولاند كروزر اخر في هذا الشوط جائزه عينيه. يتواصل معكم الزميل راشد بن طلق البقمي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام، باسمه نبدا وعليه نتوكل ومنه طلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، تعلن انطلاقه موفقه وسليمه، انطلاقه الشوط الثاني في مجمل انطلاقاتنا، وشوط رئيسي. سياره في الانتظار، لاند كروزر بيك اب في انتظار الفائز بالمركز الاول. تهانينا والناموس لمن حصد المركز الاول في الشوط الرئيسي، سعيد بن راشد بالعرج المري مع خود. مشاهدينا الكرام، نسرح مع مقدمه الشوط مع المركز الاول وصداره الشوط اللي تقود الامور حتى هذه اللحظه للشيخ مشعل الشريف مع الجرده. مشاهدينا الكرام، نقلتنا على المركز الثاني، احد الضيوف مع المركز الثاني بدر بن طويرش الوهيبي مع ولايه على المركز الثاني. المركز الثالث شعار الشيخ عاطف بن عطيه القرشي مع الشهامه. والمركز الرابع شعار الشوط الرئيسي، شعار بالعرج المري مع طالب الراشد بالعرج مع جدل. وخامسا شعار السيد حمد بن راشد بالرايه المري مع معزه على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز المتقدمه، ولكن لنا عوده مع صداره الشوط. يا سلام على هذا الانطلاق والاندفاع نحو الناموس، نحو اللاند كروزر بيك اب. مشاهدينا الكرام، مع الجرده 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 حتى هذه اللحظه تقود هذا الشوط منذ الانطلاقه بشعار الشيخ مشعل بن حسن الشريف مع المركز الاول. المركز الثاني نرى القدوم مع ولايه 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 بدر بن طويرش الوهيبي حظ ضيوف القادمين من السلطنه على المركز الثاني. والمركز الثالث مرحبا بهذا القدوم شعار سيد مذكر بن مسفر القرشي مع اعلان. والمركز الرابع شعار بالعرج المري مع المركز الرابع. المركز الخامس بريك بن سعيد بالعرج مع سيده. هذه نتيجتنا للخمس، ولكن خلف الاسماء، خلف الخمس اسماء عديده وشعارات كبيره تبحث عن الفوز وعن الانتصار. نعود مع مقدمه الشوط مع اللي غير بدوره وانطلق مع ولايه، مع ولايه. مشاهدينا الكرام، بدر بن طويرش الوهيبي، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ولكن 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 الشهامه، الشهامه بشعار الشيخ عاطف بن عطيه اللي ينطلق نحو اللاند كروزر، نحو الناموس، نحو الانتصار مع الشهامه. مشاهدينا الكرام، انطلقت مشاهدينا الاعزاء مع لوحه الالف والخمسمية متر الاخيره عن الناموس مع الشهامه. المركز الثاني والمركز الثالث، ولكن نعود مع الانطلاق، نعود مع الشهامه اللي انطلقت بروحها في هذا الشوط تبحث عن الناموس. الشهامه بشعار الشيخ عاطف بن عطيه القرشي حتى هذه اللحظه صامت، والناموس مع الشهامه حتى هذه اللحظه 1200 يا راعي الشهامه. روح المركز الاول، روح انطلق مع الانطلاق مع الاندفاع. ونرى القدوم من شعار السيد سليمان بن رويشد الجهني على المركز الثاني. المركز الثالث شعار سيد برايك بن راشد بن عرج المري مع المركز الثالث. ولكن عودتنا كيلو متر اخير عن الناموس، عن الانتصار، عن الفوز، والشهامه لا زالت صامده حتى هذه اللحظه. اقرب للكروزر، اقرب للانتصار مع شعار الشيخ عاطف بن عطيه القرشي. المركز الثاني وصلت متعبه سليمان بن رويشد الجهني. المركز الثالث شعار سيد برايك بن راشد بن عرج
سعيد بن راشد بالعرج المري، شعار الشوط الرئيسي الله يا بالعرج. مع جدل جادلهم بالعرج في هذا اليوم، انطلق نحو الناموس النقطة الثانية يا بالعرج مع الشوط الرئيسي الثاني. المركز الثاني وصل بن رويشد، سليمان بن رويشد الجهني. المركز الثالث شعار سيد علي بن عبد الله البطين المري مع المركز الثالث. والمركز الرابع بريك بن راشد بالعرج المري. ولكن نعود، روح يا بالعرج روح، النقطة الثانية يا بالعرج. ولكن البطين الغزيل علي بن عبد الله البطين، يا سلام، انطلق يا ابو عبد الله، روح للانتصار، روح روح لرعي عجائب. السلامات مع عجائب حتى هذه اللحظة. علي بن عبد الله البطين المري انطلق مع الناموس، مع 300 متر الأخيرة، مع الغزيل، مع الانتصار، مع الشوط الثاني، مع اللاند كروزر بكب علي بن عبد الله البطين المري. وسلامي على عجائب وهالعجائب في هذا الصباح، مع الغزيل، مع الناموس. تهانينا والناموس علي بن عبد الله البطين المري مشاهدينا الاعزاء على فوز الغزيل وحصولها على الشوط الثاني، حصولها على السياره. تهانينا والناموس السيد علي بن عبد الله البطين المري المركز الثاني، السيد ابراهيم بن راشد بالعرج، والمركز الثالث سليمان بن رويشد الجهني، المركز الرابع سيد طالب بن راشد بالعرج، والمركز الخامس للسيد فلاح بن محمد القحطاني. تهانينا والناموس للسيد علي بن عبد الله البطين المري على فوز الغزيل وحصولها على الشوط الثاني من لاند كروزر بكب. تهانينا والناموس. توقيت الزمني ساعة وصول الغزيل خط النهاية معلن الفوز والناموس، 6 دقائق 6 ثواني 78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع